السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ الآن بدي أعطيكم مثال على شبيه بالتشين رول أو ممكن نسميه بالفيرست بارشال ديريفاتيف، تمام؟ لكن بدنا نستخدم طريقة لنجد فيها دي زد على دي واي، تمام؟ لفانكشن مبعثر، يعني فيه الاكس والزد والاكس زد وكل اشي ايش ميكس مع بعض. احنا قبل كان يحط لي الزد تساوي عشان نجد زد بالنسبة لواي، الان لا. هلا خلص القاعدة شو بتحكي لي؟ لما يجي يطلب مني اي طلب مثلا دي زد على دي واي، مباشرة كيف اكتبها؟ قبل ما اجد دي زد على دي واي، اول اشي بروح بحكي step 1 أنقل كل شيء على طرف. طبعا هون الحلو انه اوريدي ناقل لي كل شيء على طرف، يعني كلها هاي على الطرف الايسر. وايش بعد ما تسويها بالصفر زي هيك، يعني بسميها ايش؟ f of x فاصل y فاصل z طبعا بحالتنا. الان ايش بدي اسوي؟ step 2 استخدم القانون. هلا هون step 2 استخدم القانون. شو القانون بحكي لي؟ اذا طلب مني دي زد على دي واي، تمام، بروح بطلع له ايش جوابها. هاي شو بيكون؟ بتحط الدي الزد بتحطه تحت، يعني مشتقة الاف بالنسبة لزد تحت، والواي مشتقة اف بالنسبة لواي وين؟ فوق، واشارة شو؟ سالب. نفس الشيء لو طلب منك مثلا عادي ايش ما طلب، مثلا تخيل طلب دي واي على دي اكس، شو بتروح تحكي؟ مباشرة اللي هي تساوي اف واي تحت اف اكس فوق، اذا بعكسهم الاكس بتصير فوق والواي تحت، وبضرب بايش؟ بسالب. ممتاز. احنا السؤال طالب منا دي زد على دي واي، فحستخدم هذه. الان هاي خلوا لي اياها ايش؟ فوق. احنا اللي حنستخدمها شو؟ هذه. الان يلا باجي بحكي وتساوي ماينس. الآن بدي اشتق هذا الفانكشن بالنسبة لمين؟ لواي. خلي عنا وسع، فهنقول هاي كلها ايش؟ لهون. ممتاز. مد هاي، يلا. الآن باجي هون، أول شي بدي اشتق بالنسبة لواي. الإكس لوحدها فيش معها واي، إذا صفر. الزد لوحدها فيش معها واي، صفر. الآن الواي في إي أس إكس زد، الإي تمام فيها اكس وزد ما فيش فيها واي، اذا الاي عدد ثابت ما ليش دخل فيه، سوري اكس زد. بينما الواي شو مشتقتها؟ واحد، اذا هون بحط واحد. نكمل زائد. الان في واي هون، الزد معامل لشيء فيه واي، اذا الزد يبقى. وكوساين الواي شو الديريفاتيف إلها؟ ماينس ساين الواي، لأنه عادي أنا بشتق بالنسبة لواي. ممتاز. الآن نروح على إيش اللي بالمقام. اللي بالمقام يا جماعة إف زد، يعني بشتق بالنسبة لزد. الإكس فيش فيها زد، بتروح بصفر. الزد تربيع تو زد، عادي هي بتشتقها طبيعي. الواي في إي أس إكس زد، في زد وين موجود؟ فوق عند الإي. الواي عدد تعتبر، فبتنزل ما ليش علاقة فيها. يعني خلينا نوضح هاي انها زد. الواي عدد تنزل، ليش؟ لانها معامل للاي اللي فيها زد. الان شو الديريفاتيف للاي؟ هذه عشان يمكن ما تشوفوها، انا اكتب لكم الفانكشن اجين. هذا عبارة عن اكس تكعيب زائد زد تربيع زائد واي اي اس اكس زد زائد زد كوساين الواي. هذا اللي ايش مش واضح لنا. فهون لما اشتقت بالنسبة لواي، هذه راحت بصفر، واي بصفر لان فيش فيها واي. هاي فيها واي، فالواي مشتقتها واحد، وهذا كله عدد فضل زي ما هو. زائد الزد كوساين الواي، هلا الزد عدد لانه معامل للواي فبضل. بعدين الكوساين الواي سالب ساين الواي. الان بنشتق مين؟ الاف بالنسبة لزد. طبعا انا هاي المفروض ايش؟ تساوي صفر. هاي عشان هيك مباشرة سميتها شو؟ f of x فاصلة y. يعني هاي خليني هذا كله اجيبه هون، وانا بحكي اجيب هاي هون
شو بسميها f في x فاصلة y فاصلة z. ممتاز، خلاص انسى تساوي صفر، خلينا ايش انه هذا الفانكشن اللي عم بشتق. نكمل الان، بدي اشتق بالنسبة لz صح، هذه بتروح بصفر، هاي 2z، هذه الواي نزلت زي ما هي، الان الاي فيها اكس زد. اول اشي دائما مشتقة الاي نفسها ضرب مشتقة اللي فوق. يلا شو مشتقة الاكس زد؟ الاكس عدد بتضلها والزد واحد صح، اذا بتضل الاكس. لا، ليش ضلت الاكس؟ لانها معامل للزد. نيجي هون زائد الزد مشتقتها كم؟ واحد صح، والكوسين واي معامل للزد فتبقى. حلو، اذا هذا هو ايش، هذا باعتبار اللي هو نكتبها دي زد على دي واي تساوي سالب هذا الشيء، لكن هو طلب عند البوينت هو 0 0 0. الان كل مكان كل الاحرف عوض صفر، يعني اي اس صفر صح، زائد صفر ضرب اي شيء صفر، على 2 ضرب صفر صفر، زائد واي ما هي صفر، صفر ضرب اي ضرب صفر صفر، زائد كوساين الصفر. طيب هون اذا انتو حافظين اي الصفر واحد وكوساين الصفر كم؟ واحد، فبطلع الجواب واحد على واحد ويساوي واحد، وهذا الجواب النهائي. هذا حيكون ايش نهاية يعني هذا الموضوع، ممكن أنا أخرته شوي لكنه هو على إيش، على نفس موضوع 14.3 اللي هو البارشل ديريفاتيف، أو ممكن تعتبره على التشين رول يعني. بس هو إيش زي أحد التطبيقات، كيف تجد إنه إيش مشتقة تمام، بحيث إنه يكون الفانكشن مش مرتب زي ما هو محطوط هون. يعني الزد ما فيش زد تساوي، لا دي زد على دي واي وكلها مخربطة مع بعض، فهذا القانون تستخدمه. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب يا جماعة للقناة، وانشروها بين أصدقائكم. الله معكم.